النائب محمد ابو العنين، وكان فيها ممثلين عن المجتمع المدني اللي اتكلم فيها على دعم لي طبعا مبادرات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا واقرار المؤتمر للمره الاولى مبدا الخسائر والتعويضات، واللي طبعا يمثل انتصار حقيقي للقاره الافريقيه، ويعد من اهم النجاحات التي تحققت في هذا المؤتمر الذي تترأسه مصر. القادة الدول الإفريقية خلال هذا الاجتماع اللي مع النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب اللي انعقد النهاردة في منتجع كليوباترا، طبعا اتكلم على الدعوة مساندتهم لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، واتكلموا انه ده نداء إنساني واللي لامس قلوب الشعوب المحبة للسلام واللي أيقظ ضمير العالم ومثل صوت للسلام في مصر والعالم. وده زي ما أكد القادة اللي موجودين واللي هنتابع بعد شوية كلمة النائب محمد أبو العنين أيضا مع كلمات القادة اللي كانوا حاضرين، على بال يوسف ما يجهز التقرير بالكامل وضم لي الكلمات كلها يوسف لو سمحت، واللي كان صوت للسلام من مصر للعالم، حقنا للدماء ووضع حد لنهاية الحرب ومعاناة الشعوب. أشاد الحضور في هذه الجلسة المهمة جدا مع قادة عدد من الدول الإفريقية، وكمان في 15 من نواب رؤساء الجمهوريات في القارة السمراء ورؤساء الوزراء ومسؤول الاتحاد الإفريقي وممثلين عن المجتمع المدني اللي كان طبعا دعاهم السيد محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب. أشادوا بجهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر قمة المناخ 27، وتبني الرئيس قضايا القارة السمراء وسعي الرئيس الدائم لتخفيف معاناة الشعوب الإفريقية من كوارث التغيرات المناخية. عبر وأكدوا أنه الرئيس عبر عن القارة الإفريقية، عبر الرئيس عن 1,400,000,000 مواطن يعيشوا في القارة السمراء، وأكدوا دعمهم وأنه المبادرات التي طرحها الرئيس هي تعبر عن طموحات القارة، وأن رئيس مصر تحدث بلسان القارة الإفريقية ومعاناة الشعوب الإفريقية. اتكلموا على أيضا خلال الحضور اللي شاركوا في هذه الجلسة التي دعا إليها النائب محمد أبو العنين بمنتهى القوة على دع الدولة المصرية، واتكلموا على الدولة المصرية تبنت قضايا المناخ وأبرزت المحور الإفريقي في كل المناقشات واللي كان بيكلمنا عنها السيد وزير الخارجية من شوية. أكدوا أن مؤتمر شرم الشيخ سيمثل نقلة كبيرة وتحول في تلك الأزمة، أزمة التغيرات المناخية التي تهدد حياة البشرية والتي ستكون من مرحلة تعهدات إلى التنفيذ. وهذا هو الشعار الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال إن احنا نبدأ من مرحلة للتنفيذ مباشرة ونتحول من الكلام ومن التعهدات إلى التنفيذ على الأرض وتحقيق العدالة المناخية للدول المتضررة والدول التي تعرضت لأضرار وخسائر. أعرب القادة أيضا ورؤساء الدول الإفريقية ورؤساء الحكومات ونواب رؤساء الدول الإفريقية خلال هذا المؤتمر المهم عن سعادتهم بالتنظيم الرائع الذي قامت به مصر لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وأكدوا على أيضا وحيوا الجهد الكبير للدولة المصرية الذي بذلته الإدارة المصرية لإخراج هذا الحدث الكبير بالصورة الرائعة والمثالية والتي شرفت القارة الإفريقية وأبهرت العالم، وأن مؤتمر شرم الشيخ كان محط أنظار العالم في والتركيز على التغيرات المناخية ومخاطر التغيرات المناخية وقضية المناخ التي تواجه العالم أجمع. أجمعوا كمان على ثقتهم ويقينهم أن هذا المؤتمر سيكون توصياته أهم مؤتمر شهدته الكرة الأرضية في التغيرات المناخية حول، وأيضا يبحث هذه القضايا بمنتهى الجدية، وأن هذا المؤتمر من عرض السلام من شرم الشيخ تكون كلمة مصر وكلمة العالم أجمع حول العالم. بنتكلم على 8,000,000,000 مواطن حول العالم أو نسمة حول العالم ينتظروا تنفيذ آليات قمة المناخ في شرم الشيخ. آمال العالم تترقب
هذا المؤتمر، آمال العالم كلها تتحدث عما سيخرج به هذا المؤتمر للتنفيذ الحقيقي على الأرض. شعوب القارة السمراء، شعوب الإفريقية طبعا، يعني تنتظر أيضا طموحات كبيرة جدا من على أرض السلام. أكدوا أيضا وتقدم قادة إفريقيا من خلال هذا المؤتمر مع السيد النائب محمد أبو العنين الذي دعا لاحتضان هذه القمة في توقيت مهم على أرض شرم الشيخ ومن داخل منتجع كليوباترا، أيضا وجهوا رسالة مهمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللدولة المصرية ولمؤسسات الدولة المصرية على كرم الضيافة، حسن الاستقبال في بلدهم الثاني مصر، ومدى واتكلموا كمان أشادوا بمنتهى القوة على مدى الأمن والأمان والاستقرار الذي شعروا به هنا في مدينة شرم الشيخ الساحرة المبهرة الآمنة المستقرة. أكدوا أن مصر الكبيرة القادرة على احتضان كافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية باحترافية وعلى أعلى مستوى حقيقي، والله تنظيم على أعلى مستوى. أنت ماشي ليل ونهار، عندك 40,000 وعندك 120 زعيم وملك بيتحركوا في شرم الشيخ، ولكنه في حاجة ليه؟ الإجراءات والتنظيم وحسن الإدارة، وزي ما بقول كده الدولة تتحركت، وكل الدولة والعالم كله وشعوب القارة، شكرا مصر العظيمة، شكرا مصر تتحدث بلسان القارة الإفريقية. نتابع زي ما بقول لحضراتكم مهم قوي التقرير ده كمان مع النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب الذي دعا قادة إفريقيا وأيضا أكثر من 15 من نواب القارة ومن نواب رؤساء الجمهوريات ورؤساء الحكومات مع الاتحاد الإفريقي هنا في منتجع كليوباترا. ماذا كانت رسالتهم إلى مصر والعالم من هنا من منتجع كليوباترا بدعوة كريمة من النائب محمد أبو العنين؟ نتابع ثم فاصل أخير وعود لحضراتكم، لسه مستمرين عندنا حاجات مهمة قوي. نتابع. لقد التزمت إفريقيا بتنويع مصادر الطاقة لديها حتى تدرك إنتاج طاقات نظيفة، ويتعين على الدول المتقدمة المشاركة في المبادرات الإقليمية التي تسمح لها بالوفاء بهذه الالتزامات في الحماية الفورية لسكاننا. وتطمح إفريقيا إلى تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع القطاعات الصناعية التي تتطلب جهدا دؤوبا في توسيع قدرات الطاقة وخلق فرص عمل لشبابنا ولشاباتنا. ولكي يحدث هذا فإنه من الضروري أن يكون هناك المزيد والمزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة. منصة الممر الأخضر الرقمي أداة التنفيذ الرئيسية للمدينة الخضراء. المدينة الخضراء هي أحد المكونات وهي الركيزة الخامسة لخطة عمل التعافي الأخضر للاتحاد الأفريقي التي اعتمدها رؤساء الدول والحكومات العام الماضي استجابة للتعافي من جائحة كورونا. لذلك نعمل مع الدول الأعضاء من أجل التعافي، فهذا أمر مهم جدا وقد تم دعمه من قبل رئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر الأطراف 26. هذه المنصة تهدف إلى ربط المراكز الحضرية الرئيسية والممرات في القارة ضمن سياق القارة الأفريقية للتجارة الحرة. هذا هو المكان الذي نرى فيه جوهر المنتج الذي نحن هنا بصدد إطلاق أي هذه المنصة. هنا في قلب هذه المنصة هناك خمسة ركائز لخطة العمل الاتحاد الأخضر لتعافي أفريقيا. لدينا خطة العمل الخضراء وما نقوم به بشأن أولوياتنا كلها تؤثر في هذه المبادرات المهمة. معكم هنا التمويل المتعلق بالمناخ بشكل أساسي، هذه الأولوية الأولى لمجموعة المفاوضات التي تم وضعها على طاولتين لنبين أين نريد أن نذهب من الآن مع هذه اللقطات مع الخروج من الجائحة. إذن فهذا إجراء مهم جدا لكل لمجموعتنا.
من الحقائق المعروفة أن أحد الركائز الرئيسية للنمو الاقتصادي والتجاري هو توفير الطاقة المستدامة والموثوقة لتطبيقات الإنتاج، والتي ستكون ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التصنيع والتجارة، وله تأثير على أجندة التصنيع في القارة وعلى الحياة اليومية للناس. 100 مليون أفريقي ليس لديهم طاقة، وهو ما يؤثر على حياة الناس وعلى أجندة التصنيع وعلى الحياة اليومية للناس في النمو الاقتصادي. معظم الشركات في أفريقيا تفقد ما بين 10 و20% من مبيعاتها السنوية بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ويجب عليها الاعتماد على مولدات الكهرباء من الديزل. في مجال الإنتاج والتوزيع هناك أيضا خسائر عالية في نقل وتوزيع الكهرباء في معظم المدن الأفريقية، وهي تتراوح ما بين 20 إلى 40%، وتتفاقم المشكلة أكثر بكثير في المناطق الريفية، حيث لا يحصل أكثر من 80% على الكهرباء. وأنا لا أتحدث عن الطهي النظيف، وهو مفقود في كل مكان تقريبا في أفريقيا. بالنسبة لأفريقيا كي تحقق أهداف التحول الصناعي في جدول أعمال الاتحاد الأفريقي 2063 ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية، سيتعين على القارة استخدام جميع موارد الطاقة المتاحة لديها والطاقة والوقود من أجل تعزيز ومضاعفة الطاقة للجميع، مع العلم أن أفريقيا لا تزال المنطقة الأقل انبعاثا للغازات الدفيئة في العالم. ولتقليل الزيادة في انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة في المستقبل، سنحتاج إلى مواصلة التركيز على الكفاءة. ولهذا السبب الاتحاد الأفريقي لا يعمل فقط على توليد الكهرباء، ولكن على الكفاءات في استخدام الكهرباء. عندما نتحدث عن الكفاءة في أي قطاع، فإن الرقمنة هي المفتاح، استتيح لك الإدارة والمراقبة والتوقع في جزء من الثانية ما يحدث في كل مكان، وتسمح لك بتحسين واستخدام المعدات والخدمات التي تقدمها، وتتوقع كيف ينمو عملك وتعمل حسب احتياجات البنية التحتية والطاقة التي تحتاجها للاستخدامات الفعلية للمواقع التي يستخدمها الأشخاص. نحن لدينا الإمكانية أن نحصل على الطاقة من خلال الغاز الطبيعي، وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يوجد سوى البحيرة كيفو التي لديها الإمكانية لتوليد الكهرباء مع غاز الميثان. تكلمت أيضا عن وجود الهيدروجين حيث يوجد في منطقة إنجا. كل هذه تعد فرص أو الفرصة التي يمكن أن تؤكد مؤخرا أن أفريقيا هي قارة المستقبل، وإلى جانب قدراتها في مجال الموارد فإنه توجد أيضا الموارد البشرية التي تتكون من 62% من الشباب. فالشباب هم النشاط والديناميكية، وهم أيضا المستقبل. كما يوجد لدينا حوالي 52 من النساء، فالمرأة هي مهد الإنسانية. إذن نحن لدينا في إفريقيا كل ما يجب علينا وكل ما نحتاجه حتى نؤكد أننا بحق في الواقع مهد الإنسانية. ويتبقى لنا شيء واحد، وهو الالتزام. فيجب علينا أن نجمع مجهوداتنا، ويجب أن نعمل، ويجب أن ندفع بالأبحاث، ويجب أيضا أن نقوي إمكانياتنا في موضوع التكنولوجيا. فربما التكنولوجيا هي النقطة التي تغيب عنا، فالأدوات والخبرات والتكنولوجيا يجب أن نضعها سويا مع قدراتنا. باسمنا جميعا ومن اجتماعنا هنا نعلن تأييدنا لكل المبادرات التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ. فهذه المبادرات تمثل انتصارا لدول القارة الأفريقية. فدعوة فخامته لوقف الحرب الروسية الأوكرانية نداء إنساني أيقظ ضمير العالم لوقف الحرب
وتأثيرها المدمر على الشعوب، ومثلت صوتا للسلام من مصر للعالم، حقنا للدماء.